صالون المنارة كصالون ثقافي فني أثناء زمن الكورونا، فأنا واخداه الله كنموذج يحتذى به في المؤتمر إن شاء الله. الله عليكي، والله والله كويس قوي. هتطلعينا كمان في المؤتمرات، ايه الحاجات إيه؟ طبعا عاملة ورقة عمل على إن انتوا حافظتوا على أثناء زمن الكورونا من مارس 2020 لغاية الآن، إن انتوا ما استسلمتوش الأمر، وإن الصالون الثقافي أساسا من الحاجات المهمة جدا في إن هو بينشر الثقافة الموسيقية، وانتوا بتحافظوا ما شاء الله على التراث الموسيقى العربية. فأنا طبعا لازم أستفيد من الموضوع دوت، اللي أنا أخدكم نموذج، يعني ده أقل حاجة الواحد ممكن يعملها يعني. ربنا يخليك يا دكتورة. أنا بحب وذكاء ناس كتير. العلم طب دكتورة، دكتور ذكاء علم. يا محمد،